هتلبسه ومحدش هيشوفك. تيشيرت سحري هيخليك شفاف، مش هيبان منك غير راسك. مفاجأة من تاجر ملابس، مش هتصدق اختراعه الجديد. سمعنا زمان عن طاقية الإخفاء، اللي يلبسها محدش يشوفه، لكن الموضوع شكله اتقلب لحقيقة. اختراع جديد من تاجر ملابس اللي فاجئ المتابعين واستعرض التيشيرت الجديد الشفاف. مقطع فيديو نشره التاجر على حسابه على تيك توك اتكلم فيه عن السويتشيرت السحري زي ما وصفه التاجر، واللي بيكون شفاف بنسبة 100%، يعني تلبسه من غير ما تبان. التاجر بيقول انه عنده كمية كبيرة من التيشيرتات دي، وانها فعلا بتخفي الجسم، ما بيظهرش منك غير راسك بس. طبعا عدد كبير من المتابعين بدأ يعارض التاجر وقالوا ان الكلام ده اكيد مش حقيقي، مفيش حاجة اسمها تيشيرت سحري، الكلام ده من وحي الخيال. لكن المفاجأة كانت في اللي عمله التاجر، وانه لبس التيشيرت قدام المتابعين في الفيديو عشان يأكد كلامه، وفعلا اختفى جسمه بطريقة غريبة، لدرجة ان حاجات بسيطة بس من التيشيرت اللي كانت باينة، زي نوعه والبراند المصنوع منه، لكن الباقي كان مختفي. بحسب جيران التاجر قالوا انهم اتفاجئوا بالفيديو على النت، وان التاجر ما اعلنش في المكان اللي فيه محل الملابس عن النوع ده. مش بس كده، لكن كمان عدد كبير من المتابعين اللي تفاعلوا مع الفيديو بدأوا يطلبوا عنوان المحل ويسألوا عن وجود شحن اونلاين ولا لا. فكرة التاجر واستعراضه عملت ضجة كبيرة على النت، لكن التاجر كل اللي عمله في رده على المشككين هو انه يلبس بس التيشيرت قدام الكاميرا، لكن ما اتكلمش على اي من الانتقادات اللي اتوجهت له، بان الموضوع كله مجرد ترند مش اكتر، وان بعض المقربين منه قالوا ان الموضوع حقيقي، ولو عايز ترند أو شو كان ممكن يعرض عدد من التيشيرتات اللي عنده عادي ويعمل مثلا زي خصومات، خصوصا ان حاجته كلها من اجود الانواع اللي موجوده في السوق، معروف كمان باسعاره الكويسه والمعقوله بغض النظر عن فكره التيشيرت الجديد. ده غير ان الفيديو اللي صوره البائع ظهر فيه البائع وهو وراه مكان مخصص للاحذيه، وبانت فعلا الرفوف من ورا التيشيرت بالشكل اللي ظهر في الفيديو. مقطع الفيديو حقق انتشار كبير على منصات التواصل الساعات اللي فاتت، وسط تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا اللي قالوا في تعليقاتهم واضح انه ترند جديد. مفيش حاجه اسمها كده، اكيد ده عن طريق المونتاج او اي حاجه تانية. يعني ايه تيشيرت سحري؟ هي الناس بتصدق اي كلام؟ مفيش حاجه اسمها كده. لكن دي مش المره الاولى اللي يحصل فيها كلام عن التيشيرت السحري. من ايام ظهر شخص تاني في مقطع فيديو واستعرض منتج للبنطلون السحري، واستعان كمان بواحد من اصحابه في الترويج لمنتجه، ولبس فعلا البنطلون قدام الكاميرا واختفى، وقلب وقتها الفيديو السوشيال ميديا. لكن يا ترى هل فعلا في حاجه اسمها تيشيرت سحري؟ وتفتكروا تمنه يكون كام؟